عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بها، وكذلك صفات الله عز وجل توقيفية أي واردة عن الشرع، إما أنها منصوصة في القرآن أو في السنة النبوية، فإن لم تكن لا هنا ولا هنا فقد انعقد الإجماع عليها، وهذه هي التوقيفية، هي ثابتة بالنص أو بالإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة. واختير أن أسماه، هي أصل الكلام، واختير أن أسماءه، ولكن الوزن لا يستقيم إذا قال أسماءه، ولذلك يعني ارتكب هذه الضرورة من أجل أن يستقيم اللفظ مع الوزن، فقال واختير أن أسماءه، أي أن أسماءه، فسهل هذه الهمزة بهذه الطريقة حتى يستقيم الوزن. واختير أن أسماءه توقيفية، كذا الصفات فاحفظ السمعية، أي كن حذرا في حفظ الصفات والأسماء الوارد بها الشرع والوارد بها النص والإجماع حتى لا تخرج عنها فتسمي الله عز وجل باسم من اجتهادك أو تصفه بصفة من اجتهادك وفهمك. لا بد أننا لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد من الشرع بالنسبة لأسمائه، وكذلك لا نصفه إلا بما ورد من الشرع نفسه. قد يقول قائل القدم والبقاء وهذا هذا كله يعني أين تجده؟ فنحن قلنا إذا لم نجد في النص ولا يعني لا في القرآن ولا في السنة فالإجماع، فالإجماع أيضا، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمة وعلماؤها على شيء ليس بصحيح وعلى شيء هو باطل. ثم ذكر بعد ذلك مسألة في غاية الأهمية، وهي إذا ورد في هذا النص الشرعي المثبت لهذه الصفات ولهذه الأسماء، إذا ورد في هذا النص نفسه ما ينسب إلى ربنا عز وجل شيئا للخلق، وهو ما يسمى بالمتشابه، إذا وجدنا نصا فيه هذا النوع من التشابه أو من المتشابه، فما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه هذه النصوص؟ هذا هو الذي شرع فيه الآن عند قوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن هذا البيت الآن دخل إلى مسألة أخرى هي مرتبطة بالتي قبلها، مرتبطة بالصفات والأسماء التي هي من ناحية قديمة، كل منها قديمة، ومن ناحية ثانية هي توقيفية، ليس لنا أن نقول اسما وأن نسمي الله به ولا أن نصفه بصفة إلا إذا ورد بها الشرع وورد بها النقل والسمع. فلذلك ينبغي أن نحفظ ما هو سمعي من هذه الأسماء والصفات حتى لا نخرج عنها، لكن ينبني على ذلك إذا وجدنا صفة أو شيئا منسوبا إلى الله عز وجل يتنافى مع هذا الذي نقوله، كما لو وجدنا مثلا النص ينسب إليه اليد أو الوجه أو النفس أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تنسب إلى خلقه، فما هو حينئذ العمل؟ كيف نتعامل مع هذا النص؟ وهذا هو الذي سنبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروبي. منصة محمد السادس للحديث الشريف.
منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني حديث mcis.ema أو حديث mcis.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وقريبا أبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث mcis. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بها، وكذلك صفات الله عز وجل توقيفية أي واردة عن الشرع، إما أنها منصوصة في القرآن أو في السنة النبوية، فإن لم تكن لا هنا ولا هنا فقد انعقد الإجماع عليها، وهذه هي التوقيفية، هي الثابتة بالنص أو بالإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة. واختير أن أسماه هي أصل الكلام، واختير أن أسماءه، ولكن الوزن لا يستقيم إذا قال أسماءه، ولذلك يعني ارتكب هذه الضرورة من أجل أن يستقيم اللفظ مع الوزن، فقال واختير أن أسماءه أي أن أسماءه، فسهل هذه الطريقة حتى يستقيم الوزن. واختير أن أسماءه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، أي كن حذرا في حفظ الصفات والأسماء الوارد بها الشرع والوارد بها النص والإجماع حتى لا تخرج عنها فتسمي الله عز وجل باسم من اجتهادك أو تصفه بصفتين من اجتهادك وفهمك. لا بد أننا لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد من الشرع بالنسبة لأسمائه، وكذلك لا نصفه إلا بما ورد من الشرع نفسه. قد يقول قائل القدم والبقاء هذا كله يعني أين تجده؟ فنحن قلنا إذا لم نجد في النص ولا يعني لا في القرآن ولا في السنة فالإجماع أيضا، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمة وعلماؤها على شيء ليس بصحيح وعلى شيء هو باطل. ثم ذكر بعد ذلك مسألة في غاية الأهمية، وهي إذا ورد في هذا النص الشرعي المثبت لهذه الصفات ولهذه الأسماء، إذا ورد في هذا النص نفسه
ما ينسب إلى ربنا عز وجل شيئا للخلق، وهو ما يسمى بالمتشابه. إذا وجدنا نصا فيه هذا النوع من التشابه أو من المتشابه، فما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه هذه النصوص؟ هذا هو الذي شرع فيه الآن عند قوله وكل نص أوهم التشبيه أو ولع أو فوض ورم تنزيها. إذن هذا البيت الآن دخل إلى مسألة أخرى هي مرتبطة بالتي قبلها، مرتبطة بالصفات والأسماء التي هي من ناحية قديمة، كل منها قديمة، ومن ناحية ثانية هي توقيفية، ليس لنا أن نقول اسما وأن نسمي الله به ولا أن نصفه بصفة إلا إذا ورد بها الشرع وورد بها النقل والسمع. فلذلك ينبغي أن نحفظ ما هو سمعي من هذه الأسماء والصفات حتى لا نخرج عنها. لكن ينبني على ذلك إذا وجدنا صفة أو شيئا منسوبا إلى الله عز وجل يتنافى مع هذا الذي نقوله، كما لو وجدنا مثلا النص ينسب إليه اليد أو الوجه أو النفس أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تنسب إلى خلقه، فما هو حينئذ العمل؟ كيف نتعامل مع هذا النص؟ وهذا هو الذي سنبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروبي. منصة محمد السادس للحديث الشريف. منصة محمد السادس للحديث الشريف حدث مرتبط بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. يمكن الولوج إليها باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والحواسيب من خلال العنوان الإلكتروني حديث mcs.ema أو حديث mcs.com. كما وضع لها تطبيق يمكن تحميله عبر جوجل بلاي وقريبا أبل ستور، ويمكن الاستفادة منها بواسطة الشبكات الاجتماعية بكتابة حديث إنسيس. منصة محمد السادس للحديث تتيح البحث عن نص الحديث أو موضوعه أو راويه أو حسب مصادر كتب الحديث أو سؤال وجواب. منصة محمد السادس للحديث الشريف تجسيد للعناية الموصولة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بها، وكذلك صفات الله عز وجل
توقيفية أي واردة عن الشرع، إما أنها منصوصة في القرآن أو في السنة النبوية، فإن لم تكن لا هنا ولا هنا فقد انعقد الإجماع عليها، وهذه هي التوقيفية، هي الثابتة بالنص أو بالإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة. واختير أن أسماه، هي أصل الكلام، واختير أن أسماءه، ولكن الوزن لا يستقيم إذا قال أسماءه، فلذلك يعني ارتكب هذه الضرورة من أجل أن يستقيم اللفظ مع الوزن، فقال واختير أن أسماءه، أي أن أسماءه، فسهل هذه الهمزة بهذه الطريقة حتى يستقيم الوزن. واختير أن أسماءه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، أي كن حذرا في حفظ الصفات والأسماء الوارد بها الشرع والوارد بها النص والإجماع حتى لا تخرج عنها فتسمي الله عز وجل باسم من اجتهادك أو تصفه بصفتين من اجتهادك وفهمك. لا بد أننا لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد من الشرع نسبة لأسمائه، وكذلك لا نصفه إلا بما ورد من الشرع نفسه. قد يقول قائل القدم والبقاء هذا كله يعني أين تجده؟ فنحن قلنا إذا لم نجد في النص ولا يعني لا في القرآن ولا في السنة فالإجماع أيضا، لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمة وعلماؤها على شيء ليس بصحيح وعلى شيء هو باطل. ثم ذكر بعد ذلك مسألة في غاية الأهمية، وهي إذا ورد في هذا النص الشرعي المثبت لهذه الصفات ولهذه الأسماء، إذا ورد في هذا النص نفسه ما ينسب إلى ربنا عز وجل شيئا للخلق، وهو ما يسمى بالمتشابه، إذا وجدنا نصا فيه هذا النوع من التشابه أو من المتشابه، فما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه هذه النصوص؟ هذا هو الذي شرع فيه الآن عند قوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن هذا البيت الآن دخل إلى مسألة أخرى هي مرتبطة بالتي قبلها، مرتبطة بالصفات والأسماء التي هي من ناحية قديمة، كل منها قديمة، ومن ناحية ثانية هي توقيفية، ليس لنا أن نقول اسما وأن نسمي الله به ولا أن نصفه بصفة إلا إذا ورد بها الشرع وورد بها النقل والسمع. فلذلك ينبغي أن نحفظ ما هو سمعي من هذه الأسماء والصفات حتى لا نخرج عنها، لكن ينبني على ذلك إذا وجدنا صفة أو شيئا منسوبا إلى الله عز وجل يتنافى مع هذا الذي نقوله، كما لو وجدنا مثلا النص ينسب إليه اليد أو الوجه أو النفس أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تنسب إلى خلقه، فما هو حينئذ العمل؟ كيف نتعامل مع هذا النص؟ وهذا هو الذي